معاكم المهندس محمد عبد الله الشامي، هنتكلم عن لوحة لموتور 15 حصان لنظام ري زراعي. بقدر ان انا اشغل نظام الري بشكل مباشر عن طريق مفاتيح بوش بوتون، او انا اشغله بشكل اوتوماتيك عن طريق تايمر زمني. نشوف اللوحة من الداخل. عندي كونتاكتور 50 امبير، عندي قاطع ثلاثي 63 امبير، عندي حماية 3 فيز بحيث لو في فازة وقعت أو فازات اتعكست أحافظ على الموتور بتاعي ما يشتغلش وتشتغل معايا هنا سرينا بزر إن حصل عندي مشكلة في الحماية. عندي أوفرلود إلكتروني، حماية ضد ارتفاع التيار برضو لو حصل مشكلة. عندي هنا لمبة بيان تعرف إن حصل مشكلة في الأوفرلود. زي ما احنا شايفين جوه عندي تايمر اون تايم ديلي بحيث ان انا لو الكهرباء فيها مشكلة ينتظر فترة وبعد كده يدخل معايا الموتور في الشغل. وده التايمر بتاع الزمني لو انا عايز اتحكم في الري في ايام معينة، مثلا سبت واثنين وثلاث في اوقات معينة زي ما انا عايز بالظبط. احدد الخطة الزمنية اللي عملية الري، واللوحة بتقوم بالعمل ده بشكل مباشر. ده شكل اللوحة من الخارج زي ما احنا اتكلمنا عنه. لمبات الثري فيز، التريب، الاوفرلود، السلكتورات والبوش بوتون للتشغيل. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.